بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء 20 في سلسلة حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه السلسلة أيها الأحبة من الحقائق العلمية الرائعة التي تتجلى أمامنا، والتي يعني هي نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يأمرنا أن نتفكر في خلق السماء والأرض، قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الحقائق العلمية أيها الأحبة تدعو المؤمن وتدعونا دائما للإيمان ولمزيد من الإيمان. فالإيمان كما نعلم يزيد وينقص، والله عز وجل قال في سورة الأحزاب: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال في سورة الأنفال أيضا عن أولئك المتقين الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا منهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. انظروا إلى رفع المستوى الإيماني نتيجة تلاوة الآيات. ولكن ما معنى إذا تليت عليهم آياته؟ هناك الكثير يسمعون آيات الله ليل نهار ولا يتأثرون بها. هنا أيها الأحبة المقصود أن هذه الآيات نستمع إليها بخشوع وتدبر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن هذه الحقائق العلمية عندما نتدبرها ونتأملها ونكتشف أن القرآن قد أخبر عنها قبل 14 قرنا، هنا يحصل لدى المؤمن زيادة في الإيمان، يرتفع مستوى إيمانه بالله، مستوى حبه لهذا الدين العظيم، مستوى اعتزازه بهذا الدين الحنيف. سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله كان يطلب أن يرى معجزة من ربه يطمئن بها قلبه، كان يقول سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا كان هذا حال خليل الرحمن عليه السلام وهو من كبار المؤمنين بالله، فكيف بنا نحن اليوم؟ ألسنا بأمس الحاجة لهذه الحقائق وهذه المعجزات لتثبتنا على الحق ويطمئن قلبنا ونزداد إيمانا بهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، في لقاء سابق تحدثنا عن الغلاف الجوي للأرض، تحدثنا عن الشمس وكيف أن الله سخرها لنا لتقدم لنا الضوء والطاقة والحرارة. النباتات تنمو بفعل الشمس، لولا الشمس لم يكن هناك نبات، لولا الشمس لم يكن هناك مطر، لأن الشمس هي التي تبخر هذه الأمطار. تصوروا لو أن الإنسان أراد أن يبخر هذه الكميات الهائلة من الماء، مليارات الأطنان تتبخر كل عام من أسطح البحار وتصعد إلى الغلاف الجوي ثم تتكثف وتنزل من جديد على شكل أمطار. تصوروا لو أن الإنسان يريد أن يبذل طاقة في سبيل ذلك، كم ستكلفه؟ لذلك الله عز وجل قال: وسخر لكم الشمس والقمر. انظروا، وسخر لكم الشمس والقمر. لذلك كلمة سخر تعني كلفه عملا بلا أجر، والشمس تقوم بهذا العمل طواعية وبكل إخلاص وكل تفاني وتقدم لنا هذه الطاقة مجانا سبحان الله. فانظروا كم الله تعالى كريم، وكم هذا الملحد كم هو لئيم عندما ينكر نعمة الله. يعرفون نعمة الله سبحانه وتعالى ويجحدون هذه النعمة وينكرونها وينكرون وجود الخالق عز وجل. لذلك هذه الآيات أيها الأحبة ضرورية لنا نحن المؤمنين، وضروري أيضا أن نوصلها لغير المسلمين لكي يتعرفوا على هذا الدين. نخاطبهم بشكل علمي، عسى أن تكون هذه الحقائق يعني وسيلة
لإيمان غير المؤمنين ووسيلة لزيادة الإيمان بالنسبة لكل مؤمن على هذه الأرض. أيها الأحبة، الغلاف الجوي للأرض ضروري جدا للحياة، ففيه الهواء وفيه الدفء، وهو يحافظ على درجة حرارة معتدلة للأرض. يعني مثلا على سطح القمر تنخفض درجة الحرارة على الوجه غير المقابل للشمس إلى يعني أقل من 100 درجة تحت الصفر، وترتفع على الوجه الآخر حيث يواجه الشمس إلى أكثر من 100 درجة. فتصوروا يعني هذا التناقض، لا يمكن للحياة أن تستمر أو تنشأ. لماذا؟ لأنه لا يوجد غلاف جوي لهذا القمر. الأرض الله زودها بغلاف جوي يحافظ، يخزن هذه الحرارة ويحافظ عليها درجات حرارة معتدلة، سبحان الله. هذا الغلاف أيها الأحبة أيضا مسؤول عن ظاهرة الليل والنهار. عندما تدور هذه الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس يتولد الليل والنهار، فالوجه المقابل للشمس دائما يكون مضيئا وفيه النهار، والشمس والوجه الآخر يكون مظلما. طبعا هناك آية عظيمة أيها الأحبة يقول فيها تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار. تأملوا معي بشيء من التدبر أيها الأحبة، لأن كل كلمة هنا فيها إعجاز. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. سبحان الله، عندما نفكر بهذه الآية نحن نعلم أن الشمس تسبح حول مركز المجرة، وأثبتنا هذا علميا في لقاءات سابقة، ونعلم أن القمر يدور، كل الناس يشاهدونه، ويجري أيضا ويسبح في فلك محدد حول الأرض. سبحان الله، كيف لليل أن يسبح أو يسير؟ يعني هذا شيء عجيب ولا يمكن تصوره من قبل أيضا. ولكن العلماء حديثا جدا قاموا بتصوير ظاهرة الليل والنهار على الأرض. ماذا فعلوا أيها الأحبة؟ لكي يروا هذه الظاهرة، أن هذه الظاهرة لا يمكن رؤيتها حقيقة، يعني الأرض تدور كل 24 ساعة دورة واحدة، وبالتالي فإن الليل والنهار ينتقلان من منطقة إلى أخرى باستمرار. قام العلماء ببسط هذه الكرة الأرضية، يعني رسموها بشكل مسطح على شكل خريطة كما نراها في الخرائط، ونشاهد أمامنا الآن حركة الليل والنهار. انظروا كيف أن هذا الليل يجري، انظروا كأنه أمواج بحر يسبح. طبعا المنطقة المظلمة هي منطقة الليل، والمنطقة المضيئة هي منطقة النهار. ولو تأملنا جيدا هذا المنظر نتأكد أن الليل يسير ويتحرك. لذلك قال تبارك وتعالى: بل أقسم. ماذا قال عز وجل؟ قال: والليل إذا أدبر. انظروا، شبهه بإنسان يسير، والقرآن لا يوجد فيه تشبيه، كله حقائق. لذلك الله عز وجل عندما أخبر عن الليل أنه يسبح، الليل والنهار يسبحان، فهذا دليل على حركة الأرض أيها الأحبة، لأنه لا يمكن لليل والنهار أن يتحركان ويسبحان بهذه الحركة التي نراها إلا إذا دارت الكرة الأرضية حول محورها في مواجهة الشمس. وهذا يعني هذه الآية دليل علمي لكل مشكك يقول إن القرآن لم يتحدث عن دوران الأرض حول نفسها. نعيد الآية أيها الأحبة: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. سبحان الله. فهذا هو الليل، رأيناه كيف يتحرك ويسير، وطبعا هذه الصور مسرعة جدا، يعني نحن اختصرنا الـ 24 ساعة بثانية واحدة، يعني كل ثانية هناك ليل ونهار يمر على هذه الأرض أمامنا التي نراها بشكل مسطح.
لذلك نرى الليل كأنها أمواج تسبح الحقيقة، ونراه يتحرك، وهذا يطابق القرآن عندما قال والليل إذا أدبر، يعني الله أقسم بهذه الظاهرة، ظاهرة الليل عندما يتحرك. وقال أيضا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهنا أيها الأحبة دعونا نتوقف كعادتنا ونتساءل. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في القرن السابع الميلادي، في ذلك الزمن كانت الأساطير تملأ الأرض، فلم يكن هناك أدنى شك في أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يعلم شيئا عن الليل والنهار وكيف تتولد هذه الظاهرة، بل كان الناس يظنون أن الليل يخيم على الأرض كلها فجأة، كل الأرض، والنهار يظهر فجأة هكذا. لذلك أيها الأحبة إن وجود هذه الآية وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، ووجود إشارة لحركة الليل والليل إذا أدبر، وجود هذه الآيات في القرآن الكريم لهو دليل علمي مادي على أن القرآن أشار إلى حركة الأرض وإلى دورانها حول نفسها وإلى كروية الأرض، لأنه لا يمكن أن تتولد هذه الظاهرة إلا إذا كانت الأرض كروية، وهذا يشهد على إعجاز القرآن في عصرنا هذا. وكما قال تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.